السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جينيور سو؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة ان شاء الله هناخد درس جديد، قصة حلوة قوي اسمها ميرت امون. يا ترى مين هي ميرت امون؟ يلا بينا نشوف مين هي ميرت امون. القصة بتاعتنا، البطلة بتاعتنا اسمها حبيبة. تعالى بينا نشوف حبيبة دي عملت ايه. رجعت حبيبة من رحلتها المدرسية التي كانت تزور فيها محافظة سوهاج، وظلت تفكر في تمثال الأميرة ميرت أمون ذي اللون الأبيض الجميل، وفكرت أن تقوم بنحت مجسم يشبه الذي رأته في رحلتها. يبقى القصة بتتكلم عن حبيبة. حبيبة رجعت من رحلتها المدرسية، كانت في رحلة مدرسية كانت بتزور فيها محافظة سوهاج. طبعا احنا في مصر عندنا محافظات كتير، زي محافظة الاسكندرية اللي احنا عايشين فيها، وعندنا كمان محافظة القاهرة ومحافظة سوهاج وقنا واسيوط واسوان. عندنا محافظات كتير جدا موجودة في مصر. يبقى حبيبة كانت بتزور محافظة سوهاج، راحت رحلة مدرسية مع أصحابها في المدرسة عشان تزور محافظة سوهاج. شافت ايه في محافظة سوهاج؟ ظلت تفكر في تمثال الأميرة ميرت أمون. يبقى هي شافت ايه هناك؟ رأت تمثال الأميرة ميرت أمون، شافت تمثال أيام الفراعنة لأميرة اسمها ميرت أمون. اسمها ايه؟ ميرت امون. كان لون التمثال لونه ايه؟ كان لونه ابيض جميل. راحت حبيبة عايزة تعمل ايه؟ عايزة تعمل تمثال زي اللي شافته في الرحلة بتاعتها. فكرت ان تكون بنحت مجسم يشبه الذي رأته في رحلتها. حبت ان هي تعمل تمثال زي اللي شافته في الرحلة. طب يا ترى هتعمل التمثال بيه ايه المادة اللي هتستخدمها عشان تعمل بيه التمثال؟ يلا بينا نشوف. قالت حبيبة سأستخدم الرملة. هتستخدم ايه حبيبة؟ هتستخدم مادة الرمل. طبعا احنا عارفين الرملة، هتستخدم الرملة. يا ترى الرملة هتنفع معاها ولا مش هتنفع؟ لكن الرملة كان ناعما. الرمل كان ماله؟ ناعم قوي، وتفتت بسهولة، اتفتت بسهولة جدا، وتفتت بسهولة. اتفتت ايه؟ بسهولة. فحبيبة قالت ايه؟ طبعا الرمل مش هينفع. يا ترى طب مادة ايه اللي هتنفع؟ ده ان شاء الله اللي هنكمله في الفيديو الجديد التاني. يلا بينا نشوف كل كلمة عندنا ونفصلها. رجعت. رجعت يعني ايه؟ رجعت يعني عادت، وعكسها ذهبت. رجعت اسم ولا فعل؟ فعل، عشان ده حاجة انا بعملها. شطور. وكمان في ايه كمان؟ فعل ولا اسم؟ هو فعل، عشان حاجة انا بعملها وحاجة عملتها وخلصتها. كمان ده اسمه فعل مضارع ولا فعل ماض؟ فعل ماض. شطور. حبيبة، حبيبة اسم ولا فعل؟ اسم، عشان حاجة انا بعملها. شطور. وكمان اخدنا علامات الاسم ايه هما؟ علامات الاسم تلاتة، الالف واللام والتنوين والتاء المربوطة. كمان عندي حبيبة فيها مد بالياء، عشان مد الياء بيحط الكسرة. من حرف جر. هي حروف الجر من وإلى، عن وعلى، والفي فستهم حبيبتهم كلهم، وجر وراها الكاف واللام والباء. رحلتها. رحلة اسم ولا فعل؟ اسم. طيب كمان فيها حرف ساكن اللي هو الحاء. طيب رحلة دي مفرد، ايه جمع رحلة؟ رحلات. شطار. طيب المدرسية. المدرسية لا اسم ولا فعل الأول؟
اسم شطور عشان فيه ألف ولام وآخرها فيه تاء مربوطة. المدرسية قمرية ولا شمسية؟ قمرية عشان الميم موجودة في ابغ حجك وخف عقيمة. كمان عندي حرف مشدد اللي هو الياء شطور. التي ده اسم موصول، احنا اخدنا اسماء الموصولة الذي والتي. كانت فعل ماض كمان فيها مد بالالف. تزور اسم ولا فعل؟ فعل عشان حاجة بعملها. كمان فيها مد بالواو شطار. في حرف جر اخدناه، كمان في مد بالالف وفي مد بالياء. محافظة جمع محافظات فيها مد بالالف محافظة، اسم ولا فعل؟ اسم. سوهاج اسم ولا فعل؟ اسم عشان دي اسم ايه؟ اسم بلد. كمان فيها مد بالواو وفيها مد بالالف. بعد كده عندي فصلة من علامات الترقيم. ايه هي علامات الترقيم؟ نقطة وفصلة، نقطتين فوق بعض، علامة استفهام وعلامة تعجب. والواو حرف عطف. ايه هي حروف العطف؟ الواو والفاء وثم وأو. طب ظلت فيها حرف مشدد شطار اللي هو اللام. تفكر اسم ولا فعل؟ فعل. كمان بي في حرف مشدد الكاف. طب ده فعل مضارع ولا فعل ماض؟ فعل مضارع في حرف جر. تمثال جمع تمثال تماثيل. تمثال اسم ولا فعل؟ اسم. اسم عشان اسم ايه؟ جماد. كمان في حرف ساكن هو الميم وفيها كمان مد بالألف. الأميرة اسم ولا فعل؟ اسم. قمرية ولا شمسية؟ قمرية فيها كمان مد بالياء. مرت اسم وآمون اسم. ذي يعني صاحب فيها مد بالياء. اللون اسم طبعا. قمرية ولا شمسية؟ شمسية شطار. الأبيض اسم ولا فعل؟ اسم. قمرية ولا شمسية؟ قمرية. واللون جمعها الألوان. الأبيض عكس الأبيض الأسود. الجميل اسم ولا فعل؟ اسم. قمرية ولا شمسية؟ قمرية فيها كمان مد بالياء. الجميل مضادها القبيح. الواو حرف عطف. فكرت فعل. كمان نوع فعل ايه؟ ماضي عشان حاجة عملتها وخلصتها. والكاف حرف مشدد والتاء حرف ساكن. تقوم فعل ولا اسم؟ فعل فيها كمان مد بالواو وتقوم فعل مضارع. بنحتي الباء في بنحتي حرف جر. لو شلناه كلمة مش هتتغير طبعا. الباء حرف زائد يبقى ده حرف ايه؟ حرف جر. نحت اسم. نحت ده اسم لو جربت تحط له ألف واللام يبقى النحت. نفعت يبقى دي طبعا ايه؟ اسم. والحاء حرف ايه؟ ساكن. مجسم اسم ولا فعل؟ اسم عشان اسم غير عاقل. كمان ايه؟ في تنوين. تنوين بالايه؟ بالكسر. والسين حرف ايه؟ حرف مشدد. وجمع مجسم مجسمات. يشبه اسم ولا فعل؟ فعل. فعل مضارع. الذي لسه قايلينها اسم موصول. رأت فعل ماض. فعل ماض.
والتاء حرف ساكن وفي حرف جر، ورحلتها لسه قايلينها، والنقطة طبعا علامة ترقيم. يلا بينا نشوف بعد كده. قالت اسم ولا فعل؟ فعل عشان حاجة عملتها وخلصتها. فعل ماض. حبيبة لسه قايلينها اسم. نقطتين فوق بعض علامة ترقيم. سأستخدم. استخدم اسم ولا فعل؟ فعل طبعا عشان حاجة ايه بعملها. كمان فعل ايه؟ نوع فعل مضارع وفي حرف ساكن سين وحرف الخاء. الرمل اسم ولا فعل؟ اسم عشان اسم غير عاقل. كمان في علامة من علامات الاسم اللي هو الألف واللام. طب قمرية ولا شمسية؟ طبعا شمسية. بعد كده عندي النقطة علامة ترقيم. بعد كده في الصورة اللي بعدها، لكن الرمل كان ناعما. لكن في حرف مشدد اللي هو النون. الرملة لسه قايلينها. كان فعل ماض. كمان في مد بالألف. ناعما اسم ولا فعل؟ اسم. وفي كمان تنوين بالايه؟ بالفتح عكس ناعما خشنا. كمان في مد بالالف ناعما. وتفتت الواو حرف عطف. تفتت فعل ولا اسم؟ فعل. يعني ايه تفتت؟ يعني تكسر. تفتت فعل ماض ولا فعل مضارع؟ فعل ماض. كمان في حرف مشدد هو التاء. بسهولة الباء حرف ايه؟ الباء حرف جر. سهولة اسم ولا فعل؟ اسم. كمان في تنوين، فيها تنوين بالكسر. كمان فيها مد بالواو. شطار. واخر حاجة عندي نقطة علامة ترقيم. عكس بسهولة بصعوبة. يا رب نكون فهمنا الدرس. يلا بينا نشوف اللي بعد كده. عندي استخرج من الدرس. يلا بينا نستخرج من الدرس. نجيب ورقة وقلم قدامنا ونستخرج مع بعض. أول حاجة عايز لام قمرية. لام قمرية عندي زي كلمة المدرسية والأميرة والأبيض. طب كمان عايزة فعل مضارع. تزور وتفكر وتقوم. عندي مد بالألف لسه مستخرجينها من القطعة. عندي محافظة وعندي تمثال. طب عايزة تنوين بالكسر زي مجسم. بسهولة. كمان عندي شبكة المفردات. رحلة. لو عملنا شبكة مفردات للرحلة هيطلع لي منها ايه؟ طلاب ومدرسية ولعب وبرية ومرح. ممكن احط كلمات تانية. ميس في كلمات مش عاجباني ممكن اغير الكلمات. اه طبعا ممكن. نعمل ايه؟ طعام، معلمة، اي حاجة انا عايزها. او بس المهم تكون موجودة جوه الرحلة. اي كلمة ليها علاقة بالرحلة ممكن نكتبها. كمان عندي خريطة الكلمة. خريطة الكلمة 4 حاجات: معنى، مضاد، نوع وجملة. خريطة الكلمة 4 حاجات: معنى، مضاد، نوع وجملة. رجعت يعني عادت. رجعت يعني عادت. والمضاد ذهبت. والمضاد ذهبت. والنوع طبعا رجعت فعل. نحطها جوه جملة. أي جملة؟ رجعت حبيبة من الرحلة. بعد كده عندي حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية. رجعت. يلا بينا نحلل. الأول نقول أغنية التحليل: المتحرك لوحده والساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود والشدة. الشدة الشدة بتفك الحرف 2. الأول ساكن والتاني متحرك. الراء عليها فتحة حرف متحرك يقعد لوحده. نقفل عليه الباب.
بعد كده عندي الجيم عليها فتحة، حرف متحرك يقعد لوحده، نقفل عليه الباب. بعد كده عندي عين عليها فتحة، حرف متحرك يقعد لوحده. وقبل ما نقفل الباب هنبص على التاء، لقينا عليها سكون، الحرف الساكن بيقعد مع اللي قبله. يلا بينا نحلل بالسقفة. راجعت. سقفنا كام سقفة؟ تلاتة. يبقى عندي كام مقطع؟ تلاتة. من غير بقى ما اكمل، انت جيب ورقة وقلم وحل لوحدك. تمثالي. يلا بينا نحللها. الت حرف متحرك يقعد لوحده، والميم حرف ساكن يقعد مع اللي قبله، ونقفل عليهم الباب. بعد كده عندي مد وممدود، فاء يقعد مع الألف. بعد كده نقفل الباب، وبقى عندي لام تحتيها كسرة تقعد لوحدها. يلا بينا نحل بالسقفة. تمثالي. بعد كده عندي الرملة، يلا بينا نحللها. الألف واللام هيقعدوا لوحدهم، والراء عليها شدة، والشدة الشدة الشدة بتفك الحرف اتنين، الأول ساكن والتاني متحرك، الساكن يقعد مع اللي قبله، ونقفل عليهم الباب. الراء عليها فتحة تقعد لوحدها، والميم عليها سكون تقعد مع اللي قبله، ونقفل عليهم الباب. بقى عندي لام عليها فتحة تقعد لوحدها. يلا بينا نحلل بالسقفة. الرملة. سقفت كام سقفة؟ تلاتة. يبقى عندي كام مقطع؟ تلاتة. يا رب يكون درس النهاردة سهل علينا، وإن شاء الله هنكمل الجزء التاني في فيديو جديد. يلا باي.